أعزائي الطلاب في كليبتو تانية إعدادي، كان مع بعض لسون فور أوبريشن أون إنتجر باس، عمليات على المسائل اللي فيها الباور، المسائل اللي فيها الأس. يعني احنا خدنا قبل كده إن إي أوفر بي تايم سي أوفر تي، هنعمل هنضرب إيه في سي، إيه تايم سي وبي تايم دي، و A over B divided by C over D. A over B هيبقى times، هنقلب D فوق و C تحت، هيبقى A في D في B C. ولو عندنا additions بنعمل multiplication للdenominators B في D، ونعمل A times D plus B times C. عملنا الاديشن للتو راشنال نمبر دول، ونفس الحكايه في حاله السبتراكشن، هيبقى بي في دي و اي في دي ماينس بي في سي اوفر بي دي. نفس الاوبريشنز اللي احنا هنطبقها طبقناها في المقادير العاديه اديه في الاكسبريشنز العادي من غير باور، هتطبق برضو في المقادير اللي فيها باورز. 1 over the square root of 3 to power 5 plus 9 square root of 3، دي أول مسألة. 1 over the square root of 3 to power 5 equal 9 the square root of 3، لأن the square root of 3 to power 5 equal square root of 3 times square root of 3، هتبقى ب 3 و times square root of 3 و square root of 3 هتبقى ب 3. 3 times 3 ب 9 times square root of 3، هيبقى d equal 9 square root of 3 plus square root of 3. نفس القاعده اللي احنا خدناها قبل كده، بي في دي اهي، بي في دي السكوير روت اوف 9 في السكوير روت اوف 3 تايمز 1 اهي، 1 تايم 1 ب 1، 9 السكوير روت اوف 3 تايمز 9 في السكوير روت اوف 3 اهو، 1 بلس 9 تايم 9 81، السكوير روت اوف 3 تايمز السكوير روت اوف 3 في 3 اوفر 9 square root of 3 equal 1 plus 243 over the square root of 3 times 9. هنعمل multiplication في conjugate في the square في the square root of 3 في numerator with denominators، هتبقى equal 244 square root of 3 over 25. الخطوة دي هو بيعمل ايه؟ بيعمل جمع، وبيطبق القانون ايه؟ القانون ده اي على بي بتساوي سي على دي، يبقى B في D و A في D بلس B في C. بمعنى ايه؟ في الست ترم ده 9 في السكوير روت اوف 3 هنا كأنها على 1، يبقى 9 في السكوير روت اوف 3 تايم 1 اهي، 1 كأنها هنا على 1 تبقى 1 تايم 1 بواحد، هنا 9 square root of 3 times square root of 3، يبقى طبقنا نفس القانون ده. وطبعا ما ينفعش يكون في المقدار في الديمينومينيتور square root اي root فيه، فهنضرب فيه فوق في النوميريتور وفي الدينوميريتور، هيبقى المقدار ده النهائي بتاعك.
ان ماثيماتكس ما ينفعش تحط روت ان دينومينيتور في المقام. طريقة السكوت اوف 3 باور 3 ايكوال 3 السكوت روت اوف 3، لانها دي عباره عن ايه؟ السكوت روت اوف 3 تايمز السكوت روت اوف 3 تايمز السكوت روت اوف 3 تايمز السكوت روت اوف 3 تلات مرات. السكوت روت اوف 3 تايمز السكوت روت اوف 3 تايمز السكوت روت اوف 3 اهي، يبقى السكوت روت اوف 3 تو باور 3 ايكوال 3 السكوت روت اوف 3. جاية منين؟ لأنك ضربت دي تلات مرات، وأول ترمين سكوير روت أوف 3 في سكوير روت أوف 3 إيكوال 3. تمام، حليناها كده. هنطبق نفس القانون، الدينومينيتور بيساوي سكوير روت أوف 3 تايمز 2 في سكوير روت أوف 2 أهي، ال نوميريتور 3 سكوير 3 سكوير روت أوف 2 تايمز 2 في السكوير روت اوف 2 نحطها هنا اهو، ماينس 3 في السكوير روت اوف 3 تايمز السكوير روت اوف 3 نحطها هنا اهو، هنختصرهم مع بعض هتبقى 3 اوفر 2 في السكوير روت اوف 6. مينفعش طبعا نحط اي روت في الديمونيتورز، هنضربها في السكوير روت اوف 6 في الدنومينيتور وفي النوميريتورز، يعني كده ما عملتش حاجة. 2 times square root of 6 times square root of 6 square root of 6 times square root of 6 equals 6 times 2 12 3 times square root of 6 equals 3 square root of 6 3 مع ال 12 هتبقى 4 هيبقى square root of 6 over. لو انت بتستخدم اي حاجه بالكالكوليتور، فالكالكوليتور ده اول حاجه بيعملها ايه؟ اي بارتنسيس اي اقواس بيعملها الاول، وبيعمل انترنال بارتنسيس الاول وبعدين يعمل اكسترنال بارتنسيس، وبعدين يعمل ايه تاني؟ يحل الباور. تمام، وبعدين يعمل ايه تاني؟ يحل المالتيبيكيشن الاول وبعدين الديفيجن، وبعدين يعمل بعد كده ايه؟ يعمل بعد كده ادين وبعدين سبتراكشن. على سبيل المثال معادلة زي دي هيعمل حاجة، أول حاجة يعمل فيها ايه؟ هيعملها هيعمل أول حاجة يعملها between brackets، هيعمل ايه؟ هيعمل divided 9 divided by 3 هتبقى، هيعمل دي أول حاجة هيعملها 3. بعد ما يعمل البراكت يبتدي يعمل الباور 3 to power 2 9، يبقى تاني خطوة هيعمل الناين، تالت خطوة هيعمل المالتيبليكيشنز، ناين تايمز ثري ايكوال 21 27، وبعدين يعمل السبتراكشن اخر حاجة. يبقى الاولويات ايه؟ البراكت الاول وبعدين البيتوين براكت الاول وبعدين الباور وبعدين المالتيبليكيشن وبعدين السبتراكشن. هناخد اكزامبلز، سكوير روت 5 تو باور 5 ديفايدد باي سكوير روت باي 5 سكوير روت 5 بلس 2 سكوير روت 3 تايمز سكوير روت 3 السكوير روت اوف روت اوف 5 تو باور 5 ديفايدد السكوير روت اوف ال 5 دي عباره عن ايه؟ السكوير روت اوف 5 تايمز السكوير روت اوف 5، يبقى السكوير روت اوف 5 تو باور 3 لانها دي ايكوال ايه؟ سكوير روت اوف 5 تايمز السكوير روت اوف 5 تايمز السكوير روت اوف 5 يبقى السكوير روت اوف 5 تو باور 3 تو السكوير روت اوف 3 تايمز السكوير روت اوف 3 سكوير روت اوف 5 to power 5 same base هنطرح الباور هتبقى 5 minus 3
يبقى ال square root of 5 to power 2. 2 square root of 3 times square root of 3 equals 3 times 2 equals 6. square root of root of 5 times 5 احنا قلنا ان الروت half the power، يبقى ال 2 هتروح مع ال square root تبقى 5. 5 plus 6 11. If a بتساوي square root of 2 و b square root of 3 find the mean of value of the following expression. ده الأول مسألة b power 4 minus a to power 4 divided by b2 plus a2. المقدار الأولاني من فوق ده difference between two squares، يبقى square root of الأولاني b2 plus square root of تاني a2 times b2 ناقص a2. b2 plus a2 هيروحوا مع بعض، هيبقى b2 minus a2. الa هنعوض بال substitute a square root of 3 بال b square root of 3 times to power 2 minus a square root of 2 to power 2 square root ال ال الباور عكس السكوير روت، او السكوير روت هاف الباور، هيبقى ال 2 هتروح مع السكوير روت هيبقى 3، والسكوير روت هتروح مع الباور هتبقى 2، هيبقى 3 ماينس 1 ايكوال 1، 3 ماينس 2 ايكوال 1. المسألة اللي بعد كده دي سام اوف 2 كيوبس، المقدار الاولاني ايه؟ المقدار الأولاني b times a squared b squared d plus، هتبقى هنا minus a في b، a plus a في b هتروحوا مع بعض، هيبقى equal a squared minus a b plus b squared. هنعمل substitution ب a ب square root of 2 و b بال square root of 3، هتبقى 5 minus square root of 6. تعويض مباشر.